في يوم الأب العالمي وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تحية تقدير وعرفان إلى كل الآباء في الإمارات والعالم، حيث قال سموه على حسابه في تويتر: الوالد المؤسس زايد رحمه الله نراه في كل تفاصيل الوطن، نسمع حكمته عند كل مبادرة، فهو الحاضر المشرق في الذاكرة، هو الخير ودائما الخير زايد. وفي يوم الأب العالمي نستذكر ما قدمه كل الآباء في الإمارات والعالم من إخلاص وتفان وقصص عطاء، فلهم دائما كل التقدير والعرفان.